أهلا وسهلا بكم في قناة أمولة للكيتو واللو كارب والأكل الصحي. يلا نشوفوا مقاديره طريقة تحضير جاتو الفراولة والشوكولاتة. مقاديره طريقة تحضير قالب كيك. قالب كيك أنا بنستخدم هالقالب. شوفوا الشكل اللي بيطلع لي فيها زوز قوالب، يعني حيكون المقدار كبير شوية. عندي بش في المقادير على طول، عندي 5 بيضات عليهم نص ملعقة فانيليا، عندهم 5 بيضات. نقول بسم الله نحطوهم نخلط البيض. ضربنا البيض لنقرب قبل ما يقعد على اللون الابيض. عندي ربع كوب سكر بودر كيتوني، ربع لان هي فيها كريمه، فقلت كافي ربع زي ما تحبوا، بس ربع لي بالنسبه لينا كافي. نوقف ضرب الخليط، نتحصلنا عليه هالخليط الكثيف، وقعدنا البيض قعد لونه ابيض. هذه نتيجة كويسة للكيك. عندي ملعقة أكل زبدة، ملعقة أكل، ونخلطها. وهذا الكيك طعم الكاكاو، فنحتاج لملعقة أكل كاكاو خام. أحسن نغربله باش ما يقعدش فيه تكتلات، يا بطعم الكاكاو والكريمة الفراولة. أنا سويت الكريمة حطيتها في الثلاجة باش تجمد، وشغلت الفرن عليه 180 درجة، وندخل الكاكاو. أحسن نضرب في الخلاط، نبي يتخلط الكاكاو مع البيض. الشاهد تخلطها بالخلاط، تخلط تخش الكاكاو في الخليط. نشوف الإضافات الثانية. أنا درتها بالكاكاو، وش اللي بيساعد إنه يخلي الكيكة مرتفعة وجميلة جدا وما يعطينيش ريحة، في إضافة جديدة أنا بنضيفها للكيك، هي ربع كوب بدور الشيا المطحونة، لأن هي لونها حيطلع براون، مش حيبانوا فيها الشيا ولا حتبان فيها ريحة. هذه ربع كوب من دقيق الشيا، هذه إضافة جديدة لقيتها بصراحة رائعة وجميلة جدا. ونخلط حطيت الدقيق بدور الشيا بودر، هذا هو طلع لي كأنه كاكاو مش باين فيها الشيا، وطبعا الشيا ما فيهاش ريحة، جميلة جدا وفيها فوائد عظيمة بصراحة. هذا الخليط وكيف بدأ يخطر الخليط. وعندي دقيق اللوز كوب، لكن مش هنحط الكوب لان نبي الخليط خليط كيك. نحط جزء ونخلط زين شوية، وبدأ يخطر من عشان بدور الشيا، بس نشيل شوية، ناخده ملعقتين كل. هذا باقي الكوب قاعد في هذه الأثناء. عندي ملعقة شاهي، ما ننسوهاش، ملعقة شاهي بيكنج بودر، ملعقة شاهي بيكنج بودر. ونخلط الخليط، نقشش الخليط مع بعضه. خلطنا الخليط كويس، خششنا المكونات مع بعضها. هذا خليط الكيك، بعد نقول لك يمسك الخيط. عندي القوالب اللي بنحطهم في الفرن في الكبير قبل، يعني هالقالب مكون من حجم كبير وحجم صغير، نعبي الكبير قبل بعدين نعبي الصغير. بسم الله نحطه نجوز هنا. وزعوا الخليط وزعوا كويس، خلينا كل شيء في مكانه، تقعد جهة مرفوعة وجهة نازلة. وفي نفس القالب الصغير نعبي القالب الصغير، الحجم يعني الحجم الصغير.
حبيت القوالب اللي نخشها بالفرن بالخليط. تقدر تستخدم اي قالب، بس بنقول لكم فكره الكيك اني نقدر ندين كيك بدور الشيا ودقيق اللوز، وما حطيناش كميه كبيره من دقيق اللوز. هذه هي الفكره، بس فكره التشكيل تحطوها في اي قالب هذه حاجه يعني تخصكم. فاني حبيت نقدم الكيكه بهالشكل، يمكن ديرها ببيضتين وتنقصوا المقدار 4 بيضات 6 بيضات، كيك العيد المنال زي ما تحبوها. بس الفكره بنوصلها لكم اني درت كيك بالشيا وباللوز ببذور الشيا، هذه الفكره فيها. شغلنا الفرن، بنحطها الفرن نين طيب طلعناه من الفرن اللي صنعناه ببذور الشيا ودقيق اللوز، قاعده مرتفعه، قعدت لي 20 دقيقه كانها كيك مصنوع من الدقيق. نخلوهم يبردوا ونشوفوا كيف نزينوا الكيك. طلعنا الكيك من القالب، طلعتهم، خليهم يبردوا ونجهز الكريمة الستروبلي اللي بنحشيها به من جملة الستروبلي. صنعتها حطيت فيها قرقار باش تكون متماسكة، ودرت فيها فراولة وسكر، أكيد كريمات تعرفوا تديروها. بنحشي بها الفراغات اللي موجودة في الكيكة، بنعبي الفراغ. طبعا لزوز الكيكات نعبوهم، نعبو الفراغات كويس. وبنفس الطريقة نعبي القالب الثاني ونشوفوا الكيكة بعد شوية. شفت الكيكة من جوا، وعندي فراولة، كريم فراولة، قلت هيا نزينها من فوق بالفراولة. قلت زينوها، أنا حشيت الكيك وحطينا الطبقتين على بعضهم، نزينها بالكريمة من الجوانب، نكمل تزيينها ونشوفوها في طبق الكيك جاهز. حطيت عليه الكريمة اللي فضفضت، زينوها بأي حاجة، بلوز، ألواز، بفراولة. أنا عندي جرانولا ريحتها شوية، قلت ليش لا، فيها سكر، ريحتها جميلة جدا، قلت يلا بنرشها على الكيك تعطيني القرمشة الحلوة الجميلة. نضغط عليها، نحطه في الجوانب، نكمل التزيين ونشوف الكيكة. الكيكة كملنا تزيينها بالجرانولا، وحطيت فراولة جافة اللي صنعت منها الكريمة اللي من غير سكر، مجففينها من غير سكر، طبعا صالحة للكيتو. وهذه كيكتنا اليوم، كيف الحجم مرتفع، الكيكة ما نزلتش، قاعدة كيك أو جاتو طلع لي بما يسمى جاتو مرتفع، جميل جدا بصراحة في المناسبات. ونشوفوا الجاتو أو الكيك من جوا. الجاتو جاهز، بنشوفه من جوا، قلنا عليه من برا كيف شكله. نشوفوا الجاتو من جوا، نقولوا بسم الله، نقص الجاتو، اسمع في قرمشة الكرونولا. شوفوا الجاتو تاعنا من جوا، في القص سهل. شوفوا الكريمة، كريمة الجاتو، وهذا هو الجاتو. بصراحة طبقة مرتفعة محشية بكريمة الفراولة، جاتو راقي، كان عجينة جاتو حقاني حقيقي. كريمة من جوا، إن شاء الله صحة وهنا مع جاتو الفراولة.